احنا النهارده كنا عاملين مؤتمر لسفره الدول العربيه والدول الشقيقه. كان النهارده الكوميسا والاتحاد الافريقي والاورو اوسطي والبرلمان العربي. احنا حبينا يعني نقول لهم انتوا شركاء لينا، تابعوا، ما عندناش حاجه بنخفيها، تابعوا، قدموا تقاريركم. اللي شفناه في الخارج كان مطمئن جدا، وكانت العمليه التنظيميه محترمه، وكان سفاراتنا عند قدر المسؤوليه، وكان المسؤولين في السفارات على قدر المسؤوليه، وكان المواطن المصري اللي راح يدلي بانتخاباته كان رايح بحب وبتقدير. معنا الاخوه البرلمانيين من برلمان البحر المتوسط، معنا ايطاليا، ومعنا مجموعه كبيره من الدول الاخرى. الوفد حوالي 8 اشخاص، ايطاليا والبرتغال وبعض البلاد الاخرى الاوروبيه، وعندنا من البلاد العربيه المغرب وليبيا معنا برضو مشاركين معنا. احنا هنرصد بكره وبعده، هنلف على كل اللجان اللي نقدر نغطيها، وهنشوف كل السلبيات والايجابيات، وهنرصد كل المنظر العام بتاع العمليه الانتخابيه وبمنتهى الامانه والمصداقيه. الاجراء اللي عاملينه ده مستهدف بيه المنظمات الدوليه الاقليميه والسفارات الاجنبيه المعتمده داخل جمهوريه مصر العربيه. بندعوهم لمتابعه العمليه الانتخابيه داخل جمهوريه مصر العربيه، وبنطلعهم الان عن كافه الاجراءات اللي الهيئه اتخذتها وصولا لاعلى نسبه مشاركه. بنفهمهم احنا وصلنا لكافه فئات المجتمع، الاليات اللي احنا اتخذناها عشان نوصل ان شاء الله لاعلى نسبه مشاركه. الغرض الرئيسي المستهدف من الهيئه الوطنيه للانتخابات ان احنا نطلع الغرب او نطلع المنظمات الدوليه والسفارات الاجنبيه كيفيه رؤيه الهيئه الوطنيه لاداره العمليه الانتخابيه بعينينا كمصريين مش بعينين الغرب. هو ده الهدف. We are here to make sure that the election authority acts in accordance with the laws of Egypt. We are here to validate whether the people of Egypt will come out in big numbers to put their seal on who will be president of this country. اللجنة الانتخابية حريصة على أن يكون في هناك متابعة مهنية ليس غير مسيسة، والجهات الموجودة جهات ذات يعني ذات سمعة دولية، وحريصة على أن هي تقول رأيها في الانتخابات وإجراءاتها بكل شفافية. وهذا بلا شك يعني اللي يقوم بالبرلمان العربي وغير المنظمات الكبيرة الموجودة بلا شك تؤكد بأن اللجنة الانتخابية هي في حياة تام تجاه المرشحين، وفي عندها خطة في أن أو عندها رؤية واستراتيجيات أن المواطن المصري يدلي بصوته بحرية وبدون أي عائق، وهذا طبعا يؤكد على نزاهة الانتخابات المصرية. طيب نحن اليوم قمنا بزيارة نادي القضاء، واللي مختلف عن باقي المراقبات السابقة اللي حضرناها كان نادي القضاء هو اللي حيكون مشرف على العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع. تأكدنا أن مراكز الاقتراع أنها تم تدريب الموظفين القائمين عليها، وإن شاء الله بكرة مع مراقبة الانتخابات نتأكد من كل الأدوات متوفرة. Member of the Parliamentary Assembly of Mediterranean are involved for many years to have an observation for all the elections that take place in our region. And I think that it's important to go directly on the ground to see how is the procedure that we will see in the next days. And which is important is that even the democratic process that we can see can give to the population all the assurance about the future.